حاطينهم في نص ملعبهم، يمكن لحت لهم الكورتين اللي جم بيهم فيهم توفيق غير عادي، واحدة خطأ مننا طبعا وواحدة فيها توفيق كبير، لكن في المقابل احنا بنحاول نوصل للهدف بتاعنا. جات لنا في الشوط التاني فرص كنا ممكن نستثمرها بشكل احسن من كده نطلع بالنتيجة، لكن في النهاية هي دي كرة القدم، فريق بيلعب فريق بيبقى موفق، وفي النهاية الحمد لله. يعني انا برضو بقول ان ما خسرناش، اوحش حاجة ان انت تخسر في الوقت اللي احنا فيه ده، فمهم جدا ان احنا ما نخسرش. والتغييرات طبعا كان فيها حاجات اضطرارية، كان فيها حاجات يعني اضطرينا ان احنا نتعامل مع المستجدات او مع الظروف اللي لاحت لنا في المباراة، اصابة فتحي وحبيت طبعا ان انا ادخل احمد علاء، ادخل ايمن اشرف جوه على اساس علي معلول يبقى جبهة نقدر نشتغل بيها، وعمل شغل كويس، بان لنا شكل هجومي كويس قوي بعد علي معلول ما نزل، قدر يصنع هدف التاني. فبقول هارد لك لينا نقطة في ظل الظروف اللي احنا فيها، وان شاء الله اللي جاي يبقى احسن ان شاء الله. شوف. انا متوقع ان فريق الداخليه هيرجع هيلعب تسعه ورا، وواحد هيسيب حسام باولو عشان يطلعوا على الهجمه المرتده. انا شايف ان احنا اتعاملنا معاها بشكل كويس، يمكن زي ما قلت في هدف طبعا غير متوقع خطا مننا، حتى الهدف الثاني يمكن اديت تنبيهات، لكن انا بقول في كره القدم اوقات بتلعب يوم بتلعب والكره ما بتدكش، في توفيق كبير قوي للداخليه النهارده، لكن لو احنا جزء من التوفيق ده معانا النهارده كنا نقدر الشوط الثاني خصوصا بعد في اخر 20 25 دقيقه بعد نزول مروان محسن كنا ممكن ان احنا يعني نجيب جون او جونين كمان غير الهدفين اللي احنا جبناهم. بالنسبه طبعا لاحمد فتحي اشتكى من اصابته، فطبعا اضطريت ان انا اغيره على طول ولعبت نيدفيد مكانه على اساس ان ده يعني مضطرين، ما اقدرش اطلع محمد هاني بره يمسك وانا سرد باك، محمد هاني مكمل في السرد باك، فطبعا كان لازم انزل واحد باك رايت. هي نفس العضله اللي حس بيها قبل كده. طب يوسف لو بنتكلم النهارده، طبعا بنقول لك النهارده اكيد كان المكسب هو المطلوب، لكن توتر المباراه النهارده من وجهه نظرك بتشوف بعض القرارات بالنسبه للكابتن امام عمر مش موفق فيها النهارده، يعني كان في هجوم كبير جدا من الجمهور عليه وكان واضح ان في توتر كبير. يعني انا مش عايز اتكلم على التحكيم، ماليش ان انا اتكلم فيه، بس حسب خمس دقائق احنا ما لعبناش خمس دقائق، يعني هو ادى خمس دقائق بس احنا ما لعبناش خمس دقائق، اثناء الخمس دقائق في لعيبه وقعت من فريق الداخليه، بس انا مش عايز اتكلم على التحكيم. انا بالنسبه لي فنيا مهم جدا اتكلم فني، انا شايف ان احنا يعني كنا ممكن المباراه كنا ممكن نطلع بالمكسب. انت في ظروف دلوقتي مش مستحمله اخطاء، مش مستحمله تدي هدايا، صعب، الجون بيجي بشغل جامد قوي وبشغل كتير قوي وبيجي بصعوبه، فهنا لازم يبقى انت بتلعب على صفر ورا، صفر ما يجيش فيك وبعد كده بتقدر تحل، وهو ده اللي حصل. احنا فضلنا مقفلين، فضلنا لاعبين على السلاح اللي بيلعب عليه الداخليه وهو الهجمه المرتده، وقدرنا ان احنا نتعامل معاها، لكن اديتهم هديه في وقت طبعا صعب جدا في كره القدم دلوقتي في الظروف كمان اللي احنا فيها يبقى فيه هدايا. يعني شكرا.